رئيس المدير العام لشركة تونسية للملاحة، صباح النور ومرحبا بي. صباح الخير، مرحبا بكم على متن الباخرة تانيت التابعة للنقل الوطنية البحرية. الله يخليك، البارح كانت الانطلاقة وإن شاء الله اليوم يكون الوصول إلى ميناء مرسيليا. في الأثناء كانت فما جلسة عمل مهمة جدا، اجتماع لم كل الأطراف المتداخلة والمساهمة في العودة متاع تونسيين بالخارج. أبرز النقاط اللي تم تناولها في هذا الاجتماع، ثم الشركة وهي تستقبل في أولى العائدين إلى أرض الوطن، أكيد فما اهتمام خاص، استعدادات خاصة، معناها الراو اللي ماراثون كامل من العمل مش من توا، وأنا ما عنده مدة اليوم ونحن ماشيين للمرسيليا في أول رحلة عودة. والله هو صحيح، انت قلت انت جميع الاطراف كانت حاضره في الاجتماع ذاك، يعني وحضور جميع الاطراف المتداخله في التحضيرات لعوده الجاليه التونسيه بالخارج هو خير دليل على اهتمام الكل، هيكل الدوله الكل، باش تكون عوده التونسيين من الخارج في ظروف حسنه وظروف طيبه. يعني كما شفت انت كان يعني الحضور من جميع الهيكل الممثل للدولة، يعني هو عمل تشاركي نعتبره انا بين جميع الهيكل والوزارات نتاع الدولة على اساس باش نكونوا نامنوا هذه العودة في احسن الظروف كما قلنا وتكون طيبة. احنا هذا في جميع الحالات يلزم كما قلنا تضافر الجهود. طرقنا لعدة نقاط بحضور سيادتكم والكل أدوا اللي هم قاعدين على في استعداد. على مستوى الشركة التونسية للملاحة الاستعداد نتاعنا كان زاد منذ العمل القيام بصيانة السفن نتاعنا اللي هي مش تنقل للتوانسة، ولعنا هدف الوحيد هو شنو؟ هو ضمان السفرات نتاع التوانسة في أحسن الظروف، في راحة. الهدف الأول هو زاد كيف يعني اللي تكون السفرات في المواعيد نتاعها، احترام المواعيد، هذه من أهم زاد الحاجات اللي هي حتى نفسيا يكون المسافر مرتاح، ويعني وحتى لنا احنا زاد فما حسابات زاد نحسبوها، التاخير راهو عنده التكلفه نتاعه وعنده كل شيء، فهمت؟ لذا معناتها وعلى كيف شو نقول لك، يعني كل شيء الكل جاهزين والكل حاضرين. باهي، قدام من تونسي مش راحوا بيه من مارسيليا في السفرة هذه؟ في حوالي 1200 تونسي وفي 480 سيارة، هذه السفرة الأولى، يعني إن شاء الله تكون السفرات الجاية تكون مملوءة أكثر وتكون فيها أكثر مسافرين. عجبتني برشا كي قلت السفينة دارهم، سفينة تونس، هي جزء قطعة أرض من تونس، لأنه من هنا تبدأ العودة متاعهم الفعلية. فعلا هما هي حتى في القانون البحري، يعني تونس السفينة هي عبارة على قطعة من تونس متحركة. احنا بالنسبة لنا هذوكم شكونوا التواسر كلهم، يعني اهلنا، واحنا يعني كل حاجة تسعدهم تسعدنا، احنا نعملوا ما في وسعنا باش نأمنوا لهم حتى الجو في الباخرة يكون جو تونسي، باش يطلع على السفينة كأنه يعرف كان السفينة كان رجع تونس، كان السفينة نظيفة يلزمها تكون نظيفة، كيف الخدمة يلزمها تكون في مستوى، حتى الماكلة نتاعهم يلزمها تكون تونسية، يعني هذا الكل معناتها يخليهم هما في أرياحية، وهذا هو الهم الوحيد اللي احنا نسعى له. قديش من سفرة من مارسيليا؟ قديش من سفرة من جنوة؟ هما كلهم 148 سفرة، فهمتي؟ وعندنا منهم 9 سفرات في اتجاه جرجيس، يعني معناتها عدد لا بأس به من السفرات باش نقوموا بها في هذه الصيفة هذه.
إن شاء الله سفرات ممتعة لكل مواطنين العائدين إلى أرض الوطن، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الأطراف المساهمة في عودة ناجحة، وإن شاء الله بالتوفيق لسي فرحات رئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة. يعيشك، مرحبا بكم مرة أخرى على متن السفينة تانيت.